لنقاش ملف زيارة الرئيس الإيراني للعراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. أهلا بك أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف تفسر زيارة روحاني للعراق وأجنداتها التي ستتناولها طيلة هذه الأيام؟ نعم، جاءت زيارة الرئيس الإيراني روحاني إلى بغداد هذا اليوم، وهي محملة بأجندات سياسية وأجندات اقتصادية، وأيضا كانت من ضمن أجندات الزيارة الجوانب الأمنية تخللتها مناقشات المسؤولين الذين رافقوا الرئيس الإيراني والتقوا مع كبار المسؤولين العراقيين. الرئيس الإيراني جاء إلى بغداد ومعه وزير الاقتصاد وكذلك وزير الداخلية ووزراء الثقافة والنقل والسياحة الإيرانيين، حيث ناقش الوفد وعلى مدى 24 ساعة الماضية وأيضا اليوم ملفات من أهمها التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا المشاريع الكهرباء التي من المؤمل أن تقوم بها الحكومة العراقية بالتعاون مع شركات إيرانية في العراق، وأيضا ملف السياحة الدينية بين البلدين. نعم. حيث أكد الرئيس الإيراني من أن الحكومة الإيرانية تبدي سعادتها على حد وصفه من التعاون الكبير للمسؤولين العراقيين في ملف التسهيل ورفع دخولية المسافرين الدينيين إلى العراق. نعم. أيضا أكد الرئيس الإيراني من أن الحكومة الإيرانية وبالتعاون مع العراق قد وضعوا مشروع لمد سكة حديد تمتد من طهران إلى بغداد، وأيضا هذه السكة من المتوقع أنها سوف تستمر وتمتد حتى عواصم دمشق وبيروت، حيث من الملاحظ على هذه الجانب في حديث الرئيس الإيراني من أن النفوذ السياسي لإيران سوف يتبعه نفوذ اقتصادي ونفوذ أمني. في هذا السياق سيد أحمد، الحديث عن توقيت الزيارة بأنها تزامنت مع عقوبات أمريكية، وتصريح برهم صالح عن عدم إقحام العراق في الصراعات الإقليمية كما وصفها، كيف تصفون إذن هذه الزيارة في ظل هذا التناقض بين الحديث عن العقوبات الأمريكية والتحدي الإيراني وبالمقابل هذا التواجد في بغداد؟ نعم، بالتأكيد يعني هو الرئيس الإيراني جاء إلى بغداد وفي يده ملفات اقتصادية كبيرة، جاء إلى بغداد وفي نيته رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار، بالإضافة إلى أن توقيت الزيارة جاء كحركة استباقية للعقوبات الأمريكية التي من المؤكد أنها ستدخل مراحل جديدة في الشهور المقبلة، لذلك يحاول الرئيس الإيراني يعني إقامة علاقات اقتصادية وتوسيعها وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين، وأيضا إقامة مشاريع وأيضا التعاون في ملف البترول والحدود وكذلك الحقول النفطية المشتركة بين البلدين من أجل إيجاد مخرج للعقوبة وتمويع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران بإقحام العراق وجعله كبش فداء أمام هذه العقوبات. كيف تتوقعون أن يكون الموقف الأمريكي من هذه الزيارة؟ لحد الآن لم يصدر أي موقف رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن من المتوقع أن الرئيس الأمريكي وعلى لسان وزارة الخارجية الأمريكية سوف يؤكدون على أن كل دولة وكل حكومة
سوف تثبت يعني تواطؤها مع الجانب الإيراني من أجل إقامة علاقات اقتصادية هدفها التخلص من العقوبات الأمريكية. سوف تخفف العقوبات الأمريكية التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. شكرا جزيلا لك صحفي أحمد الجميلي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.